Well, this is the eighth time that we'll be holding a semi-final event here from the International Academy of Television Arts and Sciences here in Abu Dhabi. We're very grateful to Nashwal Rouhani, our Academy member, and Pura Media for hosting us here. The goal of the Academy is to be present all across the globe, and we feel that being here in Abu Dhabi gives us a great presence in the Middle East and also encourages producers in the region to continue to submit their work, which is doing very strongly all across the world. So this year we've comprised a great panel of celebrities from your region to judge the best performance by an actor category. What that means basically is that this group of jurors today is going to select one of the nominees for the competition that's going to go up against the other three nominees from other three regions of the world. And these awards are then going to be presented on Monday, November 20th at the International Emmy Awards Gala Ceremony in New York City. شركة بيرا ميديا بننظم الحدث للسنة الثامنة على التوالي لجنة تحكيم الإيمي أورد السيمي فاينل في دورته الـ45. احنا دي السنة الثامنة بالنسبة لنا اللي بننظم فيها لجنة التحكيم، وده يعتبر فخر لينا ان احنا بنجيب لمدينة أبوظبي احدى الجوائز العالمية والمهرجانات العالمية. كعادة مدينة أبوظبي انها بتحتضن مثل هذه المهرجانات بصفة مستمرة. احنا كشركة بيرا ميديا للاستشارات والانتاج الاعلامي تحت اشراف الرئيس التنفيذي الدكتورة نشوى رويني سيدة الاعمال الاماراتية، بنتمنى التوفيق للدورة الحالية لمهرجان جائزة الإيميز في أبو ظبي بالنجاح والتوفيق زي ما حصل معنا في السنوات اللي فاتت، وكنا فعلا خير عون لمثل هذه الجائزة العالمية. بحيي طبعا الشركة جدا، وبحيي أبو ظبي على فعلا التواصل مع العالم والاهتمام بالفنون والثقافة. طبعا ده شيء رائع جدا جدا وجميل، يعني أنا مبسوطة أن أنا معهم السنه دي، وهذا التواصل رائع لكل المنطقة العربية. أنا استفدت النهاردة كتير، شفت شيء فعلا مختلف، وشيء جميل أيضا أنه زي ما فيه، أنا عرفت أن فيه أعمال عربية أحيانا بتشارك، أن كمان يبقى فيه تحكيم من دول عربية على أعمال أجنبية. بشوف يعني عبء على الممثل ضروري جدا اختياره للموضوع نفسه، وما يقولش المهم أنا أعمل دور كويس مش مهم اللي حواليا. فالموضوع بالنسبة لي مهم، والبساطة والصدق الشديد في الأداء هو ده اللي يشدني الممثل، وهو ده اللي يقيم على أساسه. أنا أتصور أن وجود الجائزة هذه وتحكيمها على أرض الإمارات هذه بروحها مسألة مهمة كثير، وأيضا وجود نخبة من الفنانين من الدول العربية على أرض الإمارات وفي أبوظبي تحديدا، هذا يحسب للإمارات ويحسب لبيرا ميديا. احنا نشكرهم على يعني أعطاهم الفرصة لي أنا كفنان أو أي فنان إماراتي آخر أن يكون ضمن هالكوكبة من أعضاء لجنة التحكيم من الفنانين. أول شيء أنا بدي أشكر بيرا ميديا على رأسها دكتور نشوى رويني على هالاهتمام وعلى هالاستقبال. تنظيم كتير حلو، مسؤولية كتير كبيرة، مبسوطة كتير ومحمسة كتير بالإكسبرينس، وهذا الشيء بخلينا نتعرف أكتر على نحنا كيف منشوفون هني كيف بشوفونا، من قرب شوية الدراما لبعض بين هون وبرا، من قرب الأعمال لبرا، وهذا الشيء كتير مهم لنا. فكر أنا كشخص عادي ما بيفهم بالتمثيل ومنه واقف ورا الكاميرا إذا بيحس مع هذا الممثل ولا لا، إذا حسسني بشيء، إذا قدرت أبكي معه، إذا قدرت أتفاعل معه، يعني وصل عندي. إذا حسيت إنه في شيء مش كتير مقتنعة فيه كمشاهد مش كممثلة، ساعتها بكون عم قيمه على هذا الأساس. بيرا ميديا يعني تقوم باستضافة كل هؤلاء النجوم في مكان يليق بهذا المهرجان، بهذه الضخامة الكبيرة، يعني بوجود كل النجوم الكبار والمخرجين الكبار من كل أنحاء العالم. سعيد بأنه هذه يعني تجربة دقيقة حقيقية. الأعمال العربية موجودة، يعني مثل ما نحن عم نشوف هلأ الفيلم الآخر أو الفيلم الغربي خلينا نقول، يعني هناك أيضا بمكان آخر عم بيشوفوا الأعمال العربية، يعني بانتظار الياسمين ترشح واخذ جائزة
جائزة ذهبية بالإيمي أورد وعمل سوري. دائماً أبو ظبي والإمارات كلها أصلاً سباقة لهدول الفعاليات العالمية. بدي أتشكر شركة بيراميديا وبدي أتشكر أبو ظبي كمان حتى على استضافتها لهذا الحدث العالمي. بالنسبة لي المعايير اللي بحطها لأداء ممثل، يعني عم حاول قدر الإمكان أني أجمع كل شيء مع بعض، من القصة للإخراج لحتى الميوزك عندي بيلعبوا دوره، وبالأخير بستثني شوي أداء الممثل بعيداً عن هذا الكوليكشن كله اللي بيجمعه مع بعض، حتى أقدر أعطيه علامة إذا بدك فير أو عادلة يعني.